اهلا بكم مشاهدينا الكرام عبر شاشه تلفزيون لبنان وبرنامج لبنان اليوم. بلبنان اليوم زباله تقريبا وين ما كان. في لبنان اليوم الخلاف على جنس اليه العمل الحكومي في ظل الشغور الرئاسي لا يزال قبل 48 ساعه من موعد جلسه مجلس الوزراء الخميس هو الذي يطغى على الاجواء السياسيه. الذي يطفو في الشوارع ومفارق الطرق وسيطفو على طاوله مجلس الوزراء زباله النفايات، هذا الملف الذي اكد وزير البيئه محمد المشنوق وجوب أن يتحمل جميع اللبنانيين مسؤولين ومواطنين المسؤوليات لحله. الملف طرح في لجنة البيئة النيابية وقد استمعنا إلى الوزير المشنوق منذ بعض الوقت، كما في اجتماع في مجلس الإنماء والإعمار، وفي رأس المشكلة أيضا دفتر شروط المناقصات. في انتظار جلسة الخميس المقبل موقف سيصدر من الرابي اليوم بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح، وقد سبقه في الساعات الماضية تسريبات عن أن وزراء التيار العوني سيذهبون إلى جلسة الخميس باتجاه إيجابي لا المشاكسة، لكن التسريبات تضمنت كذلك أن وزراء التكتل لم يقبلوا بأقل من البحث بآلية العمل الحكومي. العماد عون لفت وكالة إيرنا للأنباء الإيرانية إلى أولويات التكتل أن ليس في أولويات التكتل إسقاط الحكومة، إنما الأولوية للاعتراض داخل الحكومة والتحرك بالشارع. في الغضون رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الذي بحث في جدة مع رئيس سعد الحريري في الأوضاع بلبنان والمنطقة، حمل إيران مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس لجمهورية لبنان بواسطة حزب الله، لافتا إلى أن السعودية أبرز المساعدين في حلحلة الوضع في لبنان. أمنيا تبرز مسألة اختطاف التشيكيين الخمسة. دوليا صادق مجلس الأمن الدولي على الاتفاق النووي الإيراني العالمي، والولايات المتحدة تستمر بمساعيها الدبلوماسية مع إيران. ألمانيا أول الزائرين عبر وفد وزارة اقتصادي لطهران استطلاعا للاستثمارات. السؤال هنا، هل يكون الرئيس الإيراني روحاني غورباتشوف إيران أم أن الغطاء الأيديولوجي المعروف في إيران سيبقى؟ معنا مباشرة المحامي ماجد فياض الخبير والأستاذ في القانون والمحلل السياسي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك يا هلا أستاذ. يمكن هلأ قبل شوي سمعنا الوزير المشنوق عم بيقول، وكان معه النائب مروان حمادي من البرلمان، أنه يعني خمس مناقصات بخمس مناطق من أصل ست، يعني إنجاز. ومن هلا لست اشهر بدها الشركات، يعني على القليل الموضوع بده ست اشهر للشركات تستلم اذا استلمت مطرح السكلين، ولكن عندنا 15 يوم في مطامر في كذا ليحملوا هالموضوع اللي موجود بالشارع. لم يتسنى لي الاستماع الى مع الوزير المشروع في قضيه البيئه لاني كنت بالطريق الحقيقه، ولكن المساله هي أن الكثير من أمور هذا البلد إن لم تكن غالبيته لا يتم التخطيط لها للمستقبل. مشكلة النفايات ليست مشكلة طارئة استجدت البارحة، هي مشكلة من عمر استعادة الدولة اللبنانية بعد التسعينات، وطرحت مرارا ربع قرن أقله، وطرحت مرارا وإذا لم يكن أكثر من ذلك، وطرحت مرارا وتكرارا، وبكل أسف فإن أوضاعنا السياسية لا تؤهل لوضع خطط طويلة الأمد وتكون ذات حلول يعني وأماد مستقبلية تحل المشكلة نهائيا. يشتغلوا كل يوم بيومه، كل يوم بيومه، والمطلوب أنه نفتش كل يومين عن جورة لحتى نحط فيها الزبالة والنفايات وغيره. للأسف ما عم بيتم طرح كما يحدث في أوروبا وأمريكا وفي المناطق المتطورة بأنه تحليل هذه النفايات وإعادة تدويرها واستخراج ما يمكن استخراجه من المواد المفيدة فيها، وذلك عن طريق معامل تكون مراعية لشروط البيئة والصحة. وهذه الأمور ليست أمور غير مربحة أو غير منتجة، هي أمور مربحة في الأساس. حتى الوزير الله يرحمه جورج فريم عندما راح بوفد على بريطانيا وعلى ألمانيا، نعم، عاين منطقة إذا في عندك قد هالبناية يعني نفايات بيعملوها بلاطه، يعني بتطلع تقلى 50 كيلو. تخيل، وفي عشرات المشاريع حتى نصف حتى بالنمسا يعني. في محرقه، نعم، محرقه نفايات بالنمسا بفيينا، نعم، عاملينها مثل مزار، يعني بتمرق بتفكر في تريا كبيره موجوده بقلب لدرجه النظافه، نعم، اللي فيها، نعم. والامر ينطبق على اكثر من منطقه، بتبين انه هذه المساله ليست مساله مستحيله، ولكن للاسف بلد يعج بالخلافات السياسيه بهذه الصوره، وأيضا في الوقت نفسه بتنازع حيتان المال على الصفقات بهذا الشأن، ينتهي إلى مصادمة مع الرأي العام
مثل الحالة اللي هي قائمة الآن بالشحار وبهالمناطق، إنه إلى أين مطمر الناعمة وكم سيستوعب، ومطمر صيدا فيما مضى قبل أن توجد الحلول له، وذلك بمعونات من الخارج وخصوصا. صحيح أنه ممكن بعض المناطق، يعني بقول الوزير 790 مطرح بلبنان ممكن يصير فيه مطامر، ولكن يمكن الرأي العام ما بيعرف أنه حتى اللي بينقل هالنفايات بياخد عليهم، يعني بالتأكيد في له ربح بهذا الموضوع. لهلا في جزء من هذه القضية تبدو وكأنها حالة من للتغطية على الإشكالات الرئيسية التي هي موجودة الآن بإطار أزمة الحكم نفسه وآلية العمل في مجلس الوزراء وخلو سدة الرئاسي، ولذلك عم تضخم شوي مسألة النفايات، ولكن هذا ليس لأنها بدون واقع وبدون أساس. الحل الأول الآن الذي يراه جميع المواطنين ويراه جميع المسؤولين في الوقت نفسه، أن تستوعب هذه المطامر القائمة حاليا ولفترة مؤقتة، شرط أن يتخذ قرار من أجل المستقبل، وأن يعمل بالفعل على إيجاد المعامل التي يمكن أن تصرف النفايات وليس أن تراكمها. هذا الأمر لن تستطيع الحكومة الحالية أن تنجزه في ظل خلافات القائمة ما بين أفرقاء، وفي ظل خلافاتها حتى على مستوى كيفية اتخاذ القرار. أنا نحكي عن مقاربة الآلية، أو برأيك هون في شغلة بتتعلق بالمواطن وبطبيعة المواطن اللبناني واللي هو مكونات الدولة. ثقافة الفرز برأيك، هل ممكن أنه الشعب اللبناني يوصل أنه مثلا المواد البلاستيكية بمطرح، المواد اللي تنتج عن الطعام من مطرح، والكرتونية وغيرها بمطرح، هل ممكن الدولة أو المسؤولين بالدولة يعودوا هالمواطن على هالثقافة؟ أنا بعتقد أنه هذه الأمور تنجز، وهي ليست بالاستحالة على الإطلاق. يعني تصادف أني كنت أنا في الثمانينات في الولايات المتحدة بمجال عمل وغيره إلى آخره مع الأمم المتحدة، وأنا أذكر أنه بدأت المشاريع في ذلك الوقت من أجل فرز النفايات على صعيد المنزلي وتدوير النفايات. طبعا هو ما بيكون 100% ولكن 80% 90%. وببساطة في البداية واجهت الناس مشكلة أنه اعتادت أن تلقي بالنفايات كيفما كان وفي أي مكان طالما أنها في المكان المخصص لها. فجأة وجدت حاويات من أجل البلاستيك، وحاويات من أجل الزجاج، وحاويات من، وطلب من المواطنين أنه كل واحد يوضع النفايات المختصة فيه تحت طائلة الغرامات. فعملية مثل القانون السير، مثل أمور كتيرة عديدة، أنت بتقوم بالقانون بالتدرج وبتعملها بشكل التثقيف، يعني بالتثقيف اللي مترافق مع هذا التدريج للإلزام. فليس أمرا صعبا بالبداية لكي يكون هناك مثل هذه، يعني لو بلشنا من 10 سنين مثلا، لو بلشنا من 10 سنين، لو وضعت حاويات للبلاستيك وللإزاز، كثير من الناس لن تلتزم بذلك وسترى النفايات بالزجاج محل البلاستيك بغيره. إنما هناك أيضا حس لدى خصم من الرأي العام ومن المجتمع المدني عنده تنبه لهذه المسألة، هذا بده يعدي حتما تفضل، هذا بده يعدي غيره، وهذا يعني خذ مسألة إلقاء الأوراق والنفايات من السيارات، كانت بالماضي أنت تطلع على كل طرقاتنا من أول إلى آخر، خفت بالنهاية الناس بتفقد بعضها. ونحن بهذا الإطار بدها حكومة تكون عم تاخذ إطارات عمل وتنظم هالقضايا. برأيك إذا رح نحكي من الناحية القانونية، يعني إحنا مش بشر مختلفين عن بقية البشر اللي بأوروبا وبأمريكا، كلنا بننام بالليل وكلنا بنحلم وكلنا عنا ذات الحاجات البيولوجية والفيزيولوجية. بسياتة مثلا 66% بيلتزموا بهذه الثقافة بدون أدنى، يعني في واللي ما بيلتزم بيكون مفروض على القضاء أن يطبق حقيقة العقوبات والجزاءات، لأنه عندنا مشكلة بهذا الموضوع هيك على الهامش، يعني أنه أنت لما بتجي بتعاقب بعد 5-6 سنين من بدء الدعوة بعقوبات لا تتناسب مع طبيعة الجرم، أو هي عقوبة مخففة جدا قياسا إلى الجرم الذي جرى، يشعر المواطن اللي له حق بهالموضوع أو عم بيطالب بقضية بأنه لم يكن هناك من داعي للدخول إلى سلف إلى كل مسلك المداعات والمقاضاة. يعني هذا مثلا معترض يتيم المجرم اللي قتل جورج الريف بشكل وحشي، هلا انا نشوف يمكن صارت اعلاميه كبيره. طبعا لما مثلا هيك جرائم، لما هيك جرائم تاخذ 6-7 سنين 10 سنين لكي تبت ضمن اطار السير الاجرائي البطيء اللي بيتم بالقضاء، علما بانه قانون اصول المحاكمات الجزائيه في هذا الاطار
كان يستهدف في الماضي هكذا، كان يجري أن تجري المحاكمة، أن تجري المحاكمة مباشرة وأن تستمر المحكمة بالانعقاد وأن تعالج القضية إلى أن يصدر الحكم. لذلك كان ريمون إدي الله يرحمه كان يقول إنه إعدام القاتل حيث ارتكب جريمته عبرة للناس. يعني نحن يمكن عالم ما وصلنا لرقي الدنمارك والنرويج إلى حد ما. أنا هلا ما رح فوت على مسألة عقوبة الإعدام بحد ذاتها، بس أنا عم أقول التأخر في إصدار الحكم العقوبة وفي تسريع الإجراءات ولا سيما في الإجراءات الجزائية والجنائية هو أحد الأشكال الرئيسية التي تشجع الناس على خرق القوانين. يصير في هيبة، لأنه مثل ما بقولوا يعني أحد عواميد الكومن لو سيستم، القانون العام أمريكا أستراليا كندا يعني غير قانوننا اللاتيني، هو أنه جاستس delayed justice denied، يعني العدالة المستأخرة هي عدالة أنكرت على الناس. هذه معناتها، فأنت لما تأخرها العدالة كأنك لم تمنحها يعني الناس. أستاذ ماجد، اليوم في عنا شيء قانوني وشيء سياسي بموضوع ما يسمى آلية العمل الحكومي أو مقاربة العمل الحكومي من الناحية القانونية والدستورية. يعني بيّن أنه أولا أنه رئيس الجمهورية بصلاحياته المتواضعة أنه تفرملت كل شيء لأنه ما في رئيس جمهورية، ولكن داخل مجلس الوزراء، مجلس الوزراء هو يعني سلطة قائمة بحد ذاته. اليوم هل يصح أنه كل شيء يتعطل، يعني ياخذوا الشق التعطيلي من الدستور؟ وهل إذا كان في رئيس جمهورية هو مهمته تعطيل العمل مجلس الوزراء؟ أولا بدي ابتدي من محل، بدي افترق أنا وإياك بالنظرة إلى صلاحيات رئيس الجمهورية. نعم. لأنه هناك وهم اليوجن محطوط في مناخ رحلك في فضاء السياسي اللبناني أن رئيس الجمهورية لا يملك الصلاحيات، ويكرر دائما الرئيس الحسيني وهو عراب الطائف. نعم. وأحد شنايك السبعة وحائكه، يعني نعم. حائك السجاد اللي فرش كل هذا الأمر وبالتعاون مع الفاتيكان. نعم. بدون أدنى شك بيقول على العكس تماما، وهذا الواقع أثبته أنه صلاحيات رئيس الجمهورية لم ينتقص منها إلى القدر الذي يجعلها صلاحيات متواضعة، إنه ما يزال يمسك بتلابيب السلطة، يعني بكل ما يمسك بالسلطة بخناق السلطة. إذا كان أي جدول أعمال بده هو يطلع عليه بحط عليه البند اللي بيريده، إذا كان يستطيع أن يدعو مجلس الوزراء استثنائيا من بأي وقت جرى ذلك ضرورة بالتوافق مع رئيس الحكومة، إذا كان يستطيع أن يطرح أي موضوع في أثناء الجلسة حيث يشاء ويريد، إذا كان يستطيع أن يخاطب المجلس النيابي في أي شأن، إذا كان يستطيع أن يرد إلى آخره. طبعا في أشياء يمكن بدأ إعادة نظر في الطائف أنه ألا يكون مسموحا للوزير أنه يستأخر التوقيع على مرسوم بينما رئيس الجمهورية ملزم، هذه أمور تبحث، لكن أن يقال بأن رئيس الجمهورية قد جرد من صلاحياته ولا دور له فهذا أمر غير صحيح على الإطلاق. والدليل ها إن البلد يبدو بالتعبير العام مكربش، نحن وياك طلعت منا بنفس الطريقة، مكربش كله سوا. ليه؟ لأنه نحن بكل بساطة نحتاج إلى رئاسة الجمهورية التي هي بمفعول المادة 49 من الدستور بالمناخ السياسي العام، هذا رئيس المجلس الأعلى العسكري الأعلى هو اللي بيقود الحكومة، هو اللي بيوجهها، وإن كان في رئاسة الحكومة تقوم بمقام السلطة التنفيذية لكن ما عم تقدر تتحرك بشيء ضمن إطار هالتعبير اللي قيل بالتوافق إلا بإرادة الطرفين، وكان مقصودا ذلك بأنه المناصفة المسيحية الإسلامية قائمة من خلال هذا التوافق. فإذا ليس صحيحا أنه هو متواضع بالصلاحيات. اثنين، بس هون عن المناخ، يعني حضرتك محامي والمناخات بتأثر حتى بتوقيع الاتفاقات لو مزيلة. صحيح، بس لأقول لك ليش عم تنعمل هاي. نعم. هاي المناخات في جزء منها هي لعبة الصراع على السلطة، يعني في توجه واضح مفهوم معروف مبدو نقاشه أنه الجنرال عون طامح إلى رئاسة الجمهورية منذ العام 89، مش من اليوم يعني، وهذا الموضوع يطرح باستمرار وله تحالفات سياسية بشكل أساسي مع 8 آذار وبالتحديد مع حزب الله في وثيقة التفاهم ما بينه. نعم. هو الآن يضخم هذه المسألة التيار الوطني الحر بإطار ليس سليما. لماذا؟ لأنه إذا كان صحيح أننا لبنان
مثل ما بتدس مقدمة الدستور الفقرة باء جيم منها، أنه لبنان جمهورية برلمانية ديمقراطية. شو يعني جمهورية برلمانية ديمقراطية؟ يعني أنت لو تحط هالكلمات بالدستور فيك تعتبرها أنك أنت هيك عم تعمل موضوع إنشاء تتسلى، وفيك تفهم شو معنات الدستور بما هو القانون الأسمى الذي يحكم تراتبيا جميع القوانين. يعني الآلية الديمقراطية تبدأ بالبرلمان. كل كلمة بالدستور بتعني قاعدة آمرة لا يمكن أن تتبدل ويجب أن يلتزم بها. أما لما بتقول أنه أنا مش فارقة معي الدستور، فيك تعمل طافر من الطفار تقعد بجبال وتقول أنا مش فارقة معي كل القوانين، وهذا بصير أحيانا. نحن هون إذا كنا عم نحكي بالقانون قبل أنه أيضا نطلع على السياسي، بكل بساطة في آلية للانتخاب. هالآلية معروضة بالمادة 49، هالآلية موجودة بال 73 و 74 و 75. يعني مفروض المجلس يجتمع حكما إذا كان خلت سدة الرئاسة، المادة 74. وين هو المجلس اللي عم يجتمع حكما؟ يدعى بأنه دعا الرئيس. نحن نتحدث بالمادة 49 عن دورات وليس عن جلسات. الرئيس بري ضمن إطار تمثيله طائفته الشيعية، ضمن إطار موقعه وقدرته على التحالفات مع الآخرين وغيره، فرض مفهوم للمادة 49، واللي مش عاجبه يروح يضل في البحر. وتواطأت 14 آذار مع 8 آذار عندما رأت أنها ستعجز عن مواجهة طائفية مذهبية على صعيد البلد، بحكم أنه 14 آذار بتمثل حالة سنية مع جزء من المسيحيين، و8 آذار بتمثل حالة شيعية مع جزء من المسيحيين. الأمور يعني هون ما عم نخبي. بالنسبة لموضوع قانون الدعوة، يعني هل يستطيع أنه بينزلوا مثلا 150 نائب بينزلوا؟ خلينا نجاوب. ما في دعوة. المادة 49 يعني حتى نخلص من هالجدل الذي تكرر وتكرر وبات يعني حقيقة ممجوجا، أنه المادة 49 اقرأها افتحها بالدستور تتحدث عن دورات، دورة الاقتراع الأولى بده الثلثين، دورات الأخرى بالأغلبية المطلقة، نقطة على السطر. هيدا قصة الثلثين والتخريج اللي خرجوا، يعني بمجرد ما انعقد أول مرة من سنة وشهرين، هيدا يعني التخريج اللي خرجه الدكتور إدمون رباط وساندوا فيه عبد عويدات منذ أكثر من 40 سنة، الله يرحمه الاثنينون، والذي عارضه معارضة أساسية الأستاذ أنور الخطيب صاحب الموسوعة الدستورية بيولا. نائب زاهر الخطيب رحمة الله عليه، من رجل كان يعني، وشو اسمه ساندوا فيها أيضا دكتور أنتوان بارود رحمة الله عليهم جميعا، لأنه رحمي لا تجوز إلا على الميتين جميعا. كان نقد هذه النظرية بكاملة وبيّن هشاشتها، وهشاشتها بيّنت بالنتيجة اللي أعطتها. لما بيكون في نظرية عم تطبق وبتعطيك أزمة، بتكون هذه ما نظرية عم تطبق بصورة صحيحة. فكيف أن المادة واضحة وضوحا لا يقبل اللبس ولا الإبهام بأنه نحن نتحدث عن دورات، دورة أولى، ما تمت الدورة الثانية. وهكذا فعل الرئيس صبري حمادي، وعلى هذا الأساس انتخب الرئيس فرنجية سليمان فرنجية الله يرحمه كله. وبالتالي من الواضح تماما أن هناك صراعا طائفيا مذهبيا في هذا البلد الذي يقوم فيه نظام الديمقراطية التوافقية الطائفية المذهبية المقيت السيء الصيتي والذكر، اللي هلأ عم بيبين بقلب بكل حالة بكل قضية بقلب مجلس الوزراء، ولذلك بكل أسف عم يمنع ويعقل مسألة في صميم نظام الجمهوري البرلماني الديمقراطي. أنت عندك انتخاب رئيس جمهورية، بيقول لك بالمادة 74 يلتئم حكما إذا من دعا. طيب أوكي، دعيته أنت، مش معناته أنه إذا كان دعيته وما أمنت الانتخاب بيكون بنضل قاعدين سنتين وثلاثة ولا رئيس جمهورية. طيب اسمه النايب الفرد بيقول لك أنا والله إلي حق ما أنزل على ما بدي. أنت إلك حق ما تنزل، بس إذا تأمنت الأغلبية المطلقة كان لازم رئيس بري أنه يعمل جلسة، وبناء على هذه الجلسة بدورة الاقتراع الأولى تلتين وقد انعقدت بالتلتين، بدورة الانتخاب الثاني بتكون بالأغلبية المطلقة، وهذا ما لم يفعله مراعاة للصراع الطائفي المذهبي القائم ما بين 8 و 14 آذار. طيب يعني مثل ما سكر المجلس النيابي بالماضي وما سأل عن حدا، هلا قاعد الجمهورية بدون رئيس جمهورية وما سأل عن حدا. بس الكل ماشي حاله، مش ما حدا ماشي، ما حدا ماشي حاله، يعني ماشيين بالموضوع. بس لك كلمة، ما حدا ماشي يعني حاله، يعني ما حدا عم ينزل على مجلس نواب عم بيقول نحن مجموعة نواب نزلنا على المجلس من دون دعوة. هوني خليني استعيد الخبرية، ما هو بينتروا الدعوة. خليني بس ذكر المشاهدين نعم، واستذكر أنا وياك لأنه ما شاء الله على ذكرتك. بالمرة الماضية يعني قبل انتخاب الرئيس ميشيل سليمان 14 آذار
كان عندها موقف مختلف تماما عن الموقف الحالي. نعم. كان موقفها آنذاك بأنه الانتخاب يكون بالنصف. نعم. زائدا واحد، وأنا ما بسميه النصف زائدا واحد، إنما هو النصف مزيدا إلى واحد. يعني إذا أنت عم تحكي عن 99 نص وبتقلبه لواحد، فنصف مزيدا إلى واحد. طيب نحن بهذا الإطار 14 آذار بناء على البطرك سفير موقفه اللي كان، وانه خلينا نراعي التوافقيه والميثاقيه، مش بس هيك حتى يعمل كمان قيمه انه الرئيس ما بينتخب تماما ضمن اطار هذه التوازنات الطائفيه المذهبيه التي يراد ان يظل لبنان مكبلا واسيرا لها مدى العمر، والا تنشا مواطنيه في لبنان، وان نبقى رعايا طائفيين ورعاية للطوائف والمذاهب. بس الدستور طوائفي كمان يا دكتور. أبدا، الدستور انظر إلى الدستور ما بيقول لك غير مادة وحيدة. الدستور عال ما عليه شيء. الدستور دستور في مادة وحيدة بيقول لك أنه تراعى شؤون الطوائف في الأحوال الشخصية فقط، على مطاطة أبدا أبدا أبدا. وأما كل المواد الثانية بتحكي عن الأداء للجمهورية. نحن حتى ما عندنا نص انه رئيس الجمهوريه ماروني ورئيس الحكومه سني ورئيس الحكومه مجلس النواب شيعي، ما عندنا نص، عندنا عرف. وبالتالي لا، الدستور ما ايش مشي الدستور. المشكله بالطريقه التي يخرج فيها الزعماء الحاليون وهم المستفيدون على هذه القوانين والقواعد. خذ الماده 95، نحن هلا كل ما بدنا نعين حاجب او مباشر وقلب الدوله بتقوم نقيمه بعدم التوازن والتناصر. هي بتتعلق بالفئات، ما بتتعلق بالفئات الدنيا. استاذ جلال، ماده 95 اولا بالمقدمه يتحدث بالمقدمه. نعم. واللي هي معكوسه من اتفاق من وثيقه الطائف. تتحدث عن الغاء الطائفيه السياسيه وتحدث عن وجوب انشاء هيئه لإلغاء الطائفية السياسية. هذا الأمر لم يتم منذ التسعينات، مع أنه أنشأ يمكن في هنة هون أنه مجلس الشيوخ إجا الثالث لازم بلشوا فيه بالقبل. في أهم. نعم. أنه المادة 95 لا تتحدث عن أنه نتناصف بالوظائف، نتناصف بما هو على مستوى الفئة الأولى فقط لا غير، لكي تحفظ كرامة الجميع، ودون تخصيص لأي طائفة بأي مراكز. نعم. نحن شو عملنا؟ خصصنا كل المراكز لطوائف، وما عدنا النسبة عملية من طائفة لطائفة إلا إذا بدلنا كل النظام. يعني بكل بساطة كاتوليكي مثل حضرتك ما بيسوي يعمل رئيس جمهورية؟ لا، أنا ماروني. ماروني أنت، ماروني من تنبريد، صحيح. طيب ما بيسوي ارثوذكسي يعمل رئيس مجلس قضاء أعلى؟ ما بيسوى حدا غير شيعي يعمل رئيس ديوان المحاسبة وما كان يعمل بالماضي؟ ما بيسوى حدا غير سني يعمل مدعي عام التمييز وإلى آخره؟ فإذا نحن لا نراعي مواطنا، بس هذا هلا بلا الحكي المثالي. لا بس ما هي للأسف عمليا صارت كمان أكثر من هيك. يعني في، يعني ما عم نحكي عن هنشيوي طائفي، ولكن اللي صاير عمليا إنه بحجة إنه التوازن مرات عم بي يعني عم بيكون في ستة من طوائف أخرى بين واحد من طائفي. حجة التوازن أطيح. نعم. بكل شيء. نعم. يسمى جدارة وكفاءة، وهناك عشرات بل مئات الوظائف تملأ من أشخاص أقله إذا لم يكونوا غير أكفياء، فإن هناك غير فإن هناك غيرهم ممن يستحق أكثر منهم. بكل المذاهب الطوائف في ناس خير وبركة، ليش ما عم بنقوا وجه السحارة؟ يعني ما في وجه السحارة، في أنا وأنت. إذا أنا أفضل منك أنا بدي أتعين، وإذا أنت أفضل مني أنت بدك تتعين. هيك بتكون المواطنية الصحيحة، وتوجد على مستوى الفئة الأولى تعيينا. نحن ليش عم نعاني الآن بمجلس الوزراء؟ عندما يصل وزير اللي هو عادة يعين بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية مع بالتوافق مع رئيس الحكومة، أن يقول لرئيس الحكومة أنا بدي أترأس الجلسة عليك، ما في وعود خلل فكري وذهني. طيب هو 24 وزير، كل واحد بيقول أنا رئيس، هل هو واحد على 24؟ مين قال هودي؟ أنا بعدني بذكر أول ما طرحت مسألة الآلية كتب بالنهار يعني مساهمة بسيطة بهالموضوع، كان بعد أول ما مطروحة القضية ولم تكن محسومة، وكان في حديث بيننا وبين بعض الزملاء الأصدقاء الوزراء وغيره، كان الكلام أنه هل تعمم مسألة الآلية بحيث أنه يوقع الـ24 وزير؟ نعم.
اخذا بعين الاعتبار المواد 54 و56 و57 من الدستور اللي تتعلق بكيفيه اصدار لا كيفيه اصدار رئيس الجمهوريه للمراسيم وهالمسائل هذه. كان الكلام وكتب هذا الكلام وكتبوه اخرين ايضا كتبوه اخرون بهالموضوع انه بكل بساطه الماده 62 من الدستور هذا الكلام تهريج هذا الكلام اقل ما يقال فيه هو تهريج والا فهو هرطقه وكلام يستهين فقط على اسس طائفيه ومذهبيه وبسبب الازمات الطائفيه والمذهبيه بكل ما اسمه مكون المواطني بلبنان والوطن باسمه لبنان حتى لا يبدو الوطن وكانه ارتت عالم مجموعين مثل ما بقول زياد الرحباني مش مواطنين حقيقه ينتمون الى وطن والى بلد شعوب مش شعب ما بدي اسميها شعوب ما بحب كلمته للاستاذ سركيس نعوم لانه بشوفها بمبالغه بغير محلها نحن حاص ما بنطلع قد حي لا عمالك ما بنطلع قد حي شبرا الخيمه بقلب مصر يعني حي شبرا الخيمه 7 ملايين 8 ملايين يعني محافظه طهران عشان شعوب هيدي احيانا بتبدع بعض التعابير بغير محلها وما بتنسجها يعني بمجلس وزراء يعني يا عم نحن الشعوب العربيه ما بنسميها بنسميها شعب عربي فكيف اذا حالتنا بهال نظرا لانه الاحوال الشخصيه غير متكافئه بس بالمقابل بالمقابل نحن لما من بيكون القرار بقلب مجلس الوزراء محدد ان مجلس الوزراء يتولى وكالته طلعوا بخبريه هلا صار بيستخدموها ان عند اذا خلت الماده 62 من الدستور اذا خلت سده الرئاسه لاي عله او سبب كان تناط صلاحيات رئيس الجمهوريه بمجلس الوزراء وكالته ان في كم ذكي او متذاكي مجلس الوزراء عنده صلاحيات خلينا ان في كم ذكي او متذاكي واثنين يعني بيصبوا بالطاحونه نفسها ضاف اليها مجتمعا من جبتوا مجتمعا طلع على الدستور يا ما في هالكلمه بنقول نصف النقاشات مثل ما بقول احد القانونيين الفرنسيين الكبار نصف النقاشات تنتهي اذا ما نظرنا الى النص بقى بقلبها ما في اشاره لكلمه مجتمعا وحتى لو كان مجتمعا ما بغير شيء يعني عم بيقول انه تناط صلاحيات رئيس الجمهوريه بمجلس الوزراء وكاله اذا خلت سده الرئاسه باي سبب او عله كانت واذا بكل بساطة هناك آلية ميكانيزم موجودة بقلب مجلس الوزراء شو اللي بيحددها المادة 65 من الدستور حددتها بوضوح كامل كيف تتخذ القرارات في مجلس الوزراء أيضا ضمن الفكرة اللي كانت دائما تجول براسه لرئيس الحسيني كعراب طائف وإدمون رزق وكل هال الكبار من اللي هيك حريصين على لبنان في وقتها بقلب الطائف انه بالتوافق نحن كلبنانيين بدنا نتعايش فكان الكلام انه تتخذ القرارات بالتوافق والا بالتصويت بالاغلبيه المطلقه ما عدا في 14 شان بتعدهم 1 2 3 4 حسب تفاصيلهم ثلثين بيطلعوا 14 بدها اكثريه الثلثين يجب ان يكون هناك تصويت باكثريه الثلثين اذا هناك توافق فإن لم يكن التوافق هو بالتصويت يعني عندما الآلية بمجلس الوزراء بأوضح ما يكون بأوضح ما يكون وهذا التهريج أو الهرطقة التي تتحدث عن أن صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل وكالة إلى شخص كل وزير هذا أصبح من عبثيات الأمور ومن اللغو ويصل إلى حد الهزل بس حتى لأنه الجمهورية لو رد المجلس لأنه مجلس الوزراء ما قال انه تنتقل صلاحيات رئيس تناط صلاحيات رئيس الجمهوريه بالوزراء قال تناط بمجلس الوزراء مجلس الوزراء يعني المجلس مجتمعا مع بعضه ما في صلاحيات لمجلس الوزراء ومتبعا آليته وطريقته المساله التي هي في هذا التنازل وهون الكلام موجه للرئيس الحكومي لا رئيس سمام سلام في هذا التنازل بحجه المصلحه الوطنيه لانه سماها حكومه المصلحه الوطنيه فأسفر القناع اليوم عن أن حكومة المصلحة الطائفية بكل أسف لأنه قبل في بداية الأمر ضمن أيضا حسه بالتوافق والتوفيق ورغبته الأصيلة والسابقة نحن لا شك من بيت أول من بيت تفهم والتفاهم ولبنان واحد لا لبنانان ولا غالب ولا مغلوب نحن نفهم هذا الأمر بس أحيانا في قضايا ما بتقدر تثبتها دائما بكرمال هالدقن
وبالتالي عندما ارتضى أن يتم التوقيع من قبل 24 وزير كان يضرب صلاحيات رئيس الحكومة، وهو الآن يضربها عندما على رغم هالشيء اتهموه بالداعش، ومع ذلك يتهمونه بأنه هو عم بيحاول يستولي على صلاحيات رئيس الجمهورية. طب شو بده يصير الخميس؟ هذا الرجل هو من درجة من التوافقية إلى الحد الذي يتسامح فيه بشأن. طب شو بده يصير نهار الخميس بمجلس الوزراء؟ الآن عم بيقول التيار الوطني أنه مصر على آلية الآن مالية. هل سنشهد الأمر الذي جرى مع مسألة المستشفيات وما جرى بمسألة الصادرات الزراعية بحيث أنه يمرر بند النفايات حتى تدل تحت وطأة الأزمة؟ نعم. الأو تي في عم بتقول هالكلام أنه عم يغرقونا بأزمة النفايات لحتى ما يبحثوا بالآلية، يعني عندهم هني هالتوجس. نعم. أنه هذا هو القصد وعم تقوله بالنشرات. نحن اللي بينقال بهذا الجواب إيه، في احتمال أنه يمرق بند النفايات ولكن ما بتكون حلت قصة الآلية. في إصرار، وبدأ هذا الإصرار الآن كأنما عدم إيصال العماد عون إلى رئاسة الجمهورية بعدما اختل التوازن ما بينه وبين التيار المستقبل في إطار الكلام الودي الذي كان قائما مع الشيخ سعد الحريري، بعدما أسفرت التوجهات عند رئيس السنيورة بأنه على الإنسان أن يختار في هذا الأمر، وبما أوصله من رسالة في هذا الشأن بحديث منذ حوالي شهر وشوية، صار واضح للتيار أنه فرص العماد عون قد تضاءلت. وبالتالي نعم رح نكمل بهالموضوع، بس ناخذ فاصل اعلاني نحكي بهالموضوع بقانون الانتخاب اللي هو آلية من آليات الديمقراطية. اهلا مشاهدينا الكرام، عودوا معنا بعد هذا الفاصل. من جديد اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام. استاذ ماجد فياض مرحب فيك مره ثانيه. يعني كنا عم نقول آليه الحكومه، يمكن حتى رئيس الجمهوريه لو كان اذا ما مرسوم رد وبعته بعد 15 يوم بيمشي، يعني حتى ما بيقدر يعطل. ولكن اليوم بالنسبه اذا كانت القصه قصه رئيس الجمهوريه، طب يعني اذا كان جزء من الموارنه او جزء من المسيحيه عم بيلاقوا في خطاب معين عم بيقول احنا هون موجودين وبدنا نرجع نسترد الهيبة أو نسترد بعض الصلاحيات، مثل ما إخواننا الشيعة بيقولوا نحن بدنا هالرئيس لمجلس النواب، مثل ما بيقولوا إجمالاً الإخوان السنة أنه بدنا هالرئيس الحكومي. برأيك ما في أحقية بمطرح من المطارح أنه العماد عون يرجع من خلال الطائف أو من خارج الطائف يرجع يشد أزر هالصلاحيات أو هالوجود أو هالحضور بالسلطة للمسيحيين؟ يعني الحرب الأهلية اللبنانية عندما انتهت، انتهت على أساس محدد أعطى صلاحيات معينة لرئاسة الجمهورية. هالصلاحيات اللي انعطت صلاحيات بتجعله وفقا لما حدد بقلب المادة 49 واللي تعدلت عما كانت بال 26. نعم. غيرت صياغتها حتى انه هو رأس الدولة دي والحكم بين السلطات وحامي الدستور، يعني في له مهام أن يكون أكثر تحريضا إجماع من قبل الشعب اللبناني. هو ليس ممثلا مثل ما عم بيحاول البعض يحط، هو ليس ممثلا لطائفته، بس بطبيعة لبنان ما بتلاقي أنه نعم. بتحس بالغبن كمسيحي. رح جاوبك. نحن يعني علينا أن أنا الآن لما عم بتحدث عن الطائفية والمذهبية، أنا قررت كمواطن إني اختار من البداية أن أتحدث بلسان طائفي أو مذهبي، وبالتالي بصير بعيط لك خيي جلال. نعم. وبتعيط لي خيي ماجد. ليش؟ إنه يعني نحن بعاد عن بعض ومفترقين، بس يلا بالأخوة مثل ما قلنا هلأ إخواننا السنة وإخواننا. نعم. الشيعة وإخواننا الدروز وإخواننا. نعم. الموارني هون نفتقد قانون الانتخاب اللي بيجيب مثل حضرتك أو غيرك في أو... كلام تاني بتختاره أنت. نعم. أنا هذا اللي بختاره، إنه أتحدث كمواطن لبنان. نعم. الدستور لم يصغ بهذه الصورة اللي هو موجود فيها، لم يحدد طوائف للرئاسة. هذا وعاء الدولة الدستور. هذا وعاء الدولة. نعم. وبالتالي هذا الوعاء أنت مقيد فيه ومرتبط بقواعد الآمرة اللي موجودة فيه. اليوم رئيس الجمهورية منه ممثل للمسيحيين، أنت عم تتمثل كمسيحيين بقيادة الجيش، أنت عم تتمثل برئاسة مجلس القضاء الأعلى، انت عم تتمثل
حتى ما أقعد عدهم كلهم من أول لآخرهم. أنت عم تتمثل بكذا موقع، كذلك السني، مش مفروض يكون رئيس المجلس النيابي ممثل للشيعة. عم يخ... حتى القواعد اللي اليوم عم يعني لما ترشح أو طرح ترشيح باسم السبع أو حتى عقاب صقر في لحظة من اللحظات، إذا كنا عم نتبع الآلية الديمقراطية فبالزمانات كان يترشح أحمد الأسعد وكان يترشح عادل عسيران وكان يترشح صبر حمادي، ما كان في كلام من يمثل الشيعة أكثر بس من كان الباقين. المسار المدني أقوى من المسار المدني اليوم. اليوم نحكي بمسار مدني ولكن صحيح. الممارسة هي متمزقة يعني. ولكن السؤال نحن عم نحكي بهالموضوع، هل بدنا نروح على بدنا نروح لما هو أسوأ ولا بدنا نتجه لغيره؟ هون بدك قانون انتخاب. الرئيس المسيحي القوي ليس الرئيس القوي في طائفته ومعادى من قبل الآخرين. هل هناك أقوى من كميل شمعون كرئاسي وكشخصية وككاريزما؟ إيه بس شمعون كان عنده من إخواننا الشيعة ومن السنة أبدا أبدا أبدا، لأنه لم يكن حائزا دعم الإسلامي بالشكل بآخر الصحيح. عهده ولكن خلال عهده كان حتى بالبداية حملته ولي صائب إسلام وحمله كان يسموه عبد عيسى يعني عم أقول لك حمله كمال جنبلاط وصائب إسلام وحمله أحمد أسعد والآخرين. لكن عند انتهاء الولاية لماذا أصبح رئيسا ضعيفا؟ ليس لأنه هو ضعف كشخص ولا لأنه هو ضعف ككاريزما وشخصية، يعني لأنه خسر التأييد نصف اللبنانيين بمعنى من المعاني. إذن في لبنان الرئيس القوي ليس من يمثل المسيحيين، وإنما الرئيس القوي هو من يحوز التوفيق من قبل ويكون رئيسا توفيقيا توافقيا من قبل الجميع، ويعتبرونه فعلا أنه محط الآمال ومناط الطموحات. هيك عن قانون الانتخاب استاذ مجد، بس اذا مثلا نفترض سلمنا جدلا انه فيها الاربعه هن كل الناس خير وبركه، يمكن في اكثر من اربعه اليوم، اذا بتلاقي مثلا دكتور جعجع ما بيقدر يجمع الفريق الثاني معه ولا عماد عون ما بيجمع فريق من طب ما كمان في عندك سليمان بايك فرنجيه وفي عندك الرئيس الجميل اللي هو في له لسان حال مع كل الطوائف، وفي له يعني علاقات دوليه، وفي له تمثيل وازن الى حد ما. طب ليش اليوم مثلا كمان بتلاقي انه كمان في نقطه سوداء على الرئيس جميل او على الوزير الفرنسي؟ يعني الرئيس جميل عنده لسان حيل مع الكل، النقطه السوداء من مين جاي يعني؟ بتلاقي كمان في ناس انا بكل بساطه بقول لك انها الصراع السياسي القائم اليوم اللي هو عم يتداخل مع صراع اقليمي ودولي وعم تلعب لعبته بالساحه، وبالتحديد هو موقف إيراني بوجه موقف أمريكي بقلب الساحة اللبنانية. موقف أمريكي سعودي بوجه موقف طب إيراني. الآن ما بقى في اليوم الشيطان الأكبر ومحور الشر وقعوا اتفاق. في هوني وهم أستاذ جلال، في وهم كبير نشأ بعد توقيع الاتفاق النووي بقلب فيينا، وبكل بساطة البعض ألقى جزء من تمنياته بسموه بعلم النفس بروجكسيون. يعني شو هي تمنياتك تسقطها اسقاط بسموه على الواقع عوضا يعني عن بس التفاؤل افضل من التشاؤم. لا مش هنقول نحن دائما متفائلين، لكن هون ما في باب للتفاؤل ابدا. ايران مع رئيس امريكي ضعيف كالرئيس اوباما، وهو بكل بساطه قوال غير فعال، والحديث الآن في أمريكا أنه قد سبب أضراراً للسياسة الخارجية الأمريكية ولمصالح أمريكا في العالم بما لا يستهان به لعقود، ولولا بعض الإصلاحات الضريبية والاجتماعية التي أحدثها على صعيد المستشفيات والضمان الصحي وغيره لكان أفشل رئيس مرة بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. جابرييل هذا الرئيس الذي ما قبل يعطي كم صاروخ ستينجر للمعارضة السورية بال2011، وكانت انتهت سياساته إلى ما أتت به النصرة وداعش، وأصبحنا مع هؤلاء شذاذ الآفاق المجانين المهلوسين إلى آخره. هذا الرئيس الذي يقول منذ أيام إدارته بتقول أنه عم ندرب 60 سوري 60 عنصر من المعارضة تقاتل فيهم القاعدة وداعش. يعني هذا الرئيس سياسته
مثل ما بسميه الأستاذ راجح الخوري أوباما، بسميه أوباما. أوباما. مع احترامنا للماما. مع احترام المنصب أنا عم نحكي بالسياسي. للماما مع احترامنا للماما. مع احترامنا للماما عم نحكي عن السياسي. بكل بساطة عجز عن اتخاذ أي خطوات يستطيع من خلالها أن يوجد حلولاً للمنطقة. خطب خطاب طويل عريض بقلب القاهرة وبقلب تركيا باسطنبول. لا ما ماشي ما بينه. قلنا أنه الأمة كلها بدها تغير العالم. فلسطين سوف يصير فيها دولة. بكل بساطة حققت إيران ما تريده من هذا الاتفاق النووي. وأما ما قيدت به في خلال السنوات العشر القادمة فهو أمر لا تبالي ولا يضر بها. لا بس ما في كمان الصين حتى رح تفكك فردو رح تفكك و13000 طالب مركزي رح يوقف على كل المفاعلات ببوردو بناتانز وب ولكن اذا السياسه الصهيونيه ضاغطه على سياسه اوباما ما بتلاقي في مواربه اسرائيليه. خليني جاوب على هذه بس. نعم نحن عندنا مشكله. المشكلة الأساسية هي السياسة التوسعية الإقليمية لإيران في المنطقة اللي بيتحدث قادتها بدون ما نعددهم كلهم يعني من مستوى المستشار للرئيس الخامنئي لأضعف يعني نجحوا عسكري. فيها نجحوا ما مش مختلفين أنه نجحوا وبيقول أنه نحن الإمبراطورية صارت عاصمتها بغداد مش طهران وبيقول أكثر أنه نحن موجودين باليمن وبلبنان وبسوريا وبالعراق كيف ما بعد الاتفاق النووي وكل ذلك كل ذلك إذا ما نتوقع مبارح كان عم بيكون الحديث إنه نحن سنستمر في ال في ال في المواجهة اليوم كيري رد عليه وكان هذا مخلف ومزعج كان الرد من كيري إنه هذا كلام يعني بضرب المناخات. نعم. هذا ما رح يغير شيء بالاتفاق. نعم ولكن مشان هيك عم نقول نحن إذا بمرء مفعول معين إذا في نية ليس هناك عكس المتفائلين ليس هناك أي أمل للوصول إلى حلول قريبة في لبنان على العكس مما يقولون والأكثر جدية هو أن حزب الله سيقوى ماديا أكثر وسياسيا والمعركة ستستمر في سوريا ودعم النظام السوري سيستمر أكثر مما مضى والحرب ستدوم بفترة أطول بما يخدم تماما التوجه الإسرائيلي. يعني أوباما إذا كان بدك تحدث سياسته هي فقط سياسي في خدمة إسرائيل ومن أجل الحفاظ طيب على أمنه وبقاءه. من بعد هالقوة اللي يمكن حققتها إيران بالاتفاق هل بتلاقي بلبنان يعني بشكل أو بآخر معنويا أنه حظوظ العماد عون والنائب السماء الفرنجية أقوى من قبل بالوصول إلى الرئيس أو يعني تمنياتهم يعني رح تقوى أكثر؟ يعني أنا لست عرافا ولا كهانا لا بس أنه وقت بياخد معنويا الواحد بصير يلعب بالوقت. ولكن لأجيبك على هذا الأمر لا يبدو أنه في الأفق القريب ولا حتى في الأفق الأبعد قليلا أن هناك أي احتمال لقبول القوى المتصارعة والأفرقاء المتصارعين بكون العماد عون رئيسا للجمهورية أو بكون النائب السمان فرنجي رئيسا للجمهورية. ما كان عندنا وقت نحكي عن قانون الانتخاب وكيف ممكن النخب تجيب قانون الانتخاب إن شاء الله بالمرة ولكن بالمرة الثانية. أستاذ ماجد فياض نحن نشكرك من أهلا وسهلا أستاذ جلال. مشاهدينا الكرام نشكركم وبعد دقائق ونشرة الأخبار.